أهلا بيكو، إحنا إن شاء الله في المحاضرات الجاية هنتكلم في كورس جديد. الكورس ده التايتل بتاعته هي Manage Stress and Be Happy. طبعا التايتل كبيرة، موعدكوش إن أنا هقول لكم كل اللي ممكن يتقال، لأن أنا معرفش كل اللي الناس تعرفه. أنا أعرف شوية حاجات صغيرة، شوية الحاجات الصغيرة دي إن شاء الله هي اللي هتكلم فيها معاكم، وأقول لكم شوية حاجات من اللي اتعلمتها، نصايح سمعتها أو قريتها. من خلال النصايح دي ومن خلال التكنيكس دي، أنا لسه بشتغل على نفسي، لسه بحاول إن أنا أقلل إحساسي بالستريس، لأن الاسترس حاجة من الحاجات اللي احنا دايما بنعيش بيها. برضو بحاول أزود من إحساسي بالسعادة، و يعني المجهود ده أعتقد إنه هيستمر طول ما أنا عايش. وإنت برضو ما تتوقعش إن إنت ممكن تتخلص من الاسترس في حياتك، علشان دي فكرة مش عملية ومش حقيقية. هنبقى بنضحك على بعض. الاسترس حقيقة من حقائق الحياة، لازم نتعايش معاها، ولازم نحاول ناخد منها الفوائد بتاعتها، ونحاول نتجنب المضار بتاعتها. هنمشي مع بعض في الكورس ده على كذا تراك. هنتعلم شوية حاجات عن ازاي تبقى تتعرف على أسباب الاسترس، وتتعرف على إزاي ممكن تتخلص من بعضها. في بعض أسباب الضغوط دي بتبقى متولدة من جوانا، عايزين نعرف إزاي إحنا بنولد الضغوط دي على نفسنا، وإزاي برضو ممكن نتعامل معاها. وبعدين طيب، إذا كان دي الاسترسز ودي حقيقتها ودي طبيعتها ودي الحاجات اللي ممكن نعملها معاها، يا ترى في إيه ممكن نعمله علشان نحس بسعادة أكتر؟ يا ترى الأهداف بتاعتنا لما نوصل لها هنبقى سعداء، ولا في حاجة تاني؟ طب في حاجات صغيرة ممكن نعملها علشان نقلل إحساسنا بالسترس ونزود إحساسنا بالسعادة؟ هنحاول نشوف بعض الحاجات دي. وإحنا شغالين إن شاء الله في المحاضرات، هطلب منك إنك تعمل حاجات، يا ريت تعملها معايا. انا بفترض طبعا ان انت بتتفرج على الفيديو ده وانت قاعد في مكان ما، في مكتبك، في بيتك، قاعد في هدوء الى حد كبير، او قاعد مع مجموعة من زمايلك او اصدقائك او اهلك، وبتتفرجوا على الفيديوهات دي مع بعض. كل واحد فينا وهو قاعد يبقى معاه ورقة وقلم، عشان هنعمل شوية حاجات مع بعض، ونشوف الحاجات دي هنستفيد بيها ازاي، ونشوف الحاجات دي ممكن تساعدنا ازاي قدام. ارجو ان ده يخليك أسعد، وإن هو يخلي إحساسك بالضغوط اللي حواليك يقل، وفي نفس الوقت وده أهم، مش بس إحساسك بالضغوط يقل، لا كمان تقدر تعمل حاجة عشان تتغلب على الضغوط دي. لكن أرجع وأفكرك، حقيقة الحياة هي إن لازم هنعيش تحت ضغوط، ولازم هنعدي بأوقات مش سعيدة. اللي مطلوب ان احنا نتعلمه مع بعض هنا هو ازاي نتعامل مع الضغوط دي بشكل احسن، وازاي نزود الاوقات اللي احنا بنحس فيها بالسعادة. ارجو ان المحاضرات دي تكون مفيدة ليكم. انا بحكي لكم من خلالها عن حاجات انا مارستها في حياتي، نجحت في بعضها وما نجحتش في بعضها، لكن مش ضروري بأي حال من الاحوال اللي انا ما نجحتش فيه انت ما تنجحش فيه، او اللي انا نجحت فيه هو اللي تنجح فيه. جرب وتعلم وشوف ايه اللي يخليك احسن ان شاء الله. ارجو ان انتوا تكملوا معانا المحاضرات، واشوفكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله.